بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالشاهد أن الله عز وجل لما قال إن في ذلك لآيات لأولي النهى أراد الله عز وجل أن يخبرك أن قيمتك بعقلك، قيمتك بعقلك، وإلا نحن بماذا تميزنا عن الدواب بعد أن أكرمنا الله عز وجل شانه؟ بماذا أكرمنا؟ بالعقل سبحانه وتعالى. لهذا رفع الحرج عن من؟ عن المجنون، وقال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن من؟ ثلاث، منها عن المجنون، حتى لأنه لا يملك جوهره ولا يملك الخير والشر، فكيف يجري عليه قلم المحاسبة؟ كيف يجري عليه ماذا؟ قلم المحاسبة. العرب عندنا شيء في اللغة العربية، على من أطلقت المصطلحات؟ على من أطلقت إيه؟ المصطلحات. بمعنى حتى أبين لك المعنى أكثر وأقربه إليك، مثلا في لغة العرب عندنا شيء مجاز وإيه؟ حقيقة. بمعنى أنت لما تقول لزوجتك أنت كالقمر، هل أنت تريد بها القمر الذي في السماء أن تشبهها بالقمر؟ أشبهها بالقمر، ولربما بينها وبين القمر إيه؟ يعني أرقام فلكية. الإمام مالك رحمه الله والشافعي وكانوا بعصر واحد، دخل رجل على الشافعي قال أنا قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر، فقال الشافعي زوجتك طالق، اختصر الطريق عليه، قال زوجتك إيه؟ طالق، لا يوجد شيء أجمل من القمر. خرج الرجل فرأى الإمام مالك أمامه في المسجد، فقال يا إمام سألت الشافعي فقلت له قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر، فقال زوجتك طالق، قال المالك لا، زوجتك ليست بطالق، زوجتك أجمل من القمر. فقال الرجل وهل رأيتها؟ قال لا، ولكن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالإنسان أحسن شيء خلقه الله وقومه، فلا مجال للمنافسة بشيء، فلا مجال للمنافسة بشيء. فالعرب هنا الشاهد اختلفت المصطلحات على من أطلقت. بمعنى حتى أقرب لك المعنى، كلمة الأسد، أنا لو أقول لك رأيت أسدا ماذا سيتبادر لذهنك؟ الحيوان المفترس الذي في الغابة. لو قلت لك دخلت السوق فرأيت محمد الأسد أو علي الأسد، من أصفنا؟ رجل كأنه إيه بقوته من شابه؟ الأسد. فأهل اللغة قالوا كلمة الأسد على من أطلقت؟ بداية أول نشوء اللغة العربية، هل العرب رأوا رجل قوي شجاع فكان اسمه أسد، ثم لما دخلوا للغابة رأوا حيوان الأسد فأطلقوا عليه مشابهة بالرجل، أم العكس؟ رأوا حيوان قوي اسمه الأسد ثم لما دخلوا للقرية وجدوا رجلا شجاعا فشبهوه بالأسد، فأصل الكلمة اختلف عليها أهل اللغة على من أطلق بداية. هذا أدى لوجود ماذا؟ الحقيقة وإيه؟ والمجاز. يعني هل نحن نريد التشبيه بالأمر أم بحقيقة الأمر؟ وهذا جعل علماء اللغة يختلفون في أصل الكلمة، أو إن صلح التعبير في مولد اللغة العربية. هل اللغة العربية ولدت فجأة أم جاءت تدرجا فلما اكتملت أنزل الله القرآن، أم أن الله أوجدها بخطوات تدريجية كمسألة الارتقاء، كمسألة إيه؟ الارتقاء، ارتقت خطوة خطوة حتى وصلنا لذروة اللغة العربية ثم تحداهم الله سبحانه. هذا الأمر سنتناوله بإذن الله حتى في خضم سورة يوسف. قال الله نحن نقص. عندنا في العربية دائما نقول قصاص، ما معنى قصاص؟ الذي يتكلم إيه؟ بالقصص. نقول مقص، ما معنى المقص؟ مقص. ابن منظور
رحمه الله يقول: توضيح الواضح مشكلة. يعني لما يأتيك رجل أعمى يقول لك ما الطائرة، سهلة ولا ما هي سهلة تشرحها؟ سهلة، هي مخترع له جناحان كذا يطير في السماء. لكن لو قال لك ما اللون الأخضر، أشكل عليك ولا لا؟ ما تعرف، لأن توضيح كلما زاد سهولة الشيء كلما صعب شرحه. كل شيء يزداد سهولة وتناول بين يدي الناس يصعب شرحه.